يعني لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وعملت صالح تمسكت بأولياء الله الصالحين، لو صليتش عادي يعني مش مشكلة. لو أخلص النية لله هو يبقى مع الله في كل وقت، فهو مش محتاج إنه يصلي لأن هو مع الله على طول. أيوة. هيروح لمين هو مع الله؟ يعني هو قاعد مع ربنا، هيروح لربنا وهو معاه. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحانة في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الفيديو اللي هتشوفه كمان شوية كارثة بمعنى الكلمة. لما يعتقد صوفي إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تغني عن كل الفروض، واحد صوفي ركب جنب سواق ميكروباص فبدأ يعك في الكلام، فالراجل بدأ يسترسله بالكلام ويخليه يجيب اللي عنده. اظن هو لو يعرف انه هيسجل له ما كانش قال الكلام ده، برغم اللي هتسمعه من الفيديو والمصايب اللي موجوده في الفيديو، الا ان بعض الصوفيه برضه هتيجي تقول انتوا بتحرموا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا بتكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا هقول لك كلمتين قبل ما اسمعك الفيديو. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، واحاديث كتير تحث المسلمين ان هم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تغني عن صلاة الفرض فده باطل. والكلام اللي بيستشهد به الراجل ده الحديث اللي بيقول ان اقربكم مني منزلة يوم القيامة اكثركم صلاة علي، والمنزلة بتكون في الجنة. يعني لو اتقبلت اعمالك وبقيت من اهل الجنة منزلتك في الجنة هتكون على حسب صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة اعمالك الصالحة. انما تلغي كل فروض ربنا ده اسمه تصوف. ده اركان الاسلام ما فيهاش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي واحد بوش مربع يقول اركان الاسلام فيها الشهاده، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هقول لك ايه علاقه الشهاده بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ونطق الشهاده فقط لا يعني دخولك الجنه بدون اداء باقي الفروض. انت بقيت مسلم لكن ما بقيتش مؤمن. اسمع الفيديو وقول لي ايه رايك في التعليقات. وصلي على رسولك يا الهي وعترته وصحبه ما ذكرتا. بل لو قضيت عمري كله صائما مصليا صائما حاجا عمري كله لرجحت بهم الصلاة على النبي مرة واحدة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني دلوقتي انا افهم من تلخيص الكلام ان مثلا انت تقول ان ربنا رب قلوب، يعني انا مثلا يعني لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وعملت صالح وتمسكت باولياء الله الصالحين ان انا مش ممكن، لو صليتش عادي يعني مش مشكله. لا ما تصليش يعني عادي، يعني انا لو عملت دول ما نصليش يعني بس اهم حاجه ان انا نصلي على النبي وقلبي يبقى مع الله. ايوه انت قال لك في حاجه، قال لك اقرب مني مسجد يوم القيامه اكثركم صلاه علي. نعم فين اللي اعلاها؟ ما جابش اقربكم مني مجلسا مصليا وصائما لا انا قصدي المعلومه دي اصلا ما اسمح لان انا لا نعرف ان الصلاه اساس الدين. يعني لا معلش انا مش عنجاد لك ده، انا يعني فاهمني، انا اسمع منك. الصلاه على الرسول لا يعلوها ولا يساويها شيء ابدا. واولياء اللي هتقول لك الاكابر دي نعم ما تخطاش لمسي ولا نفسي، ربنا سبحانه معهم ويعدلهم. ولئن سالني لاعطينه ولئن تعذبني لاعذبنه. واتكلم من نور الله لو وزنت قال لك الاعمال كلها دي وعشت عمري كله مصليا صائما حاجا لرجحت بهم الصلاة على النبي مرة واحدة. لانه اقول لك يعني هو يخلص النية لله، يعني قصدك انا فهمت قصدك، يعني ايه لو اخلص النية لله هو يبقى مع الله في كل وقت، فهو مش محتاج انه يصلي. لا مش محتاج لان هو مع الله على طول. ايوه هيروح لمين هو مع الله؟ يعني هو قاعد مع ربنا، هيروح لربنا وهو معاه. انا فهمت انت تقصد ايه. في واحد ايام سيدنا موسى تمام، كان ايام سيدنا موسى اللي يعرفوه عنه مشهور بالقبح والفساد، لا يغسلوه ولا يكفنوه ولا يصلوا عليه ويرموه في العراء. فجي مره واحد من المشهور عنه بالقبح والفساد ده فيقول لسيدنا موسى قومه قال خلاص ارموه في العراء ارموه. فاول ما رموه في العراء ناداه الله سبحانه وتعالى يا موسى احضر عبدي فلان الفلان. قال يا ربي ده قال لا يا موسى انه في يوم اطلع على التوراة فوجد اسم محمد فيه
فصلى عليه صلاة واحدة، فبالصلاة عليه الواحدة قد غفرت له. واحضروه وقفلوه 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 وصلوا عليه. هذه عاوز ما تلك تمكني ولا ده بدون الصلاة على الرسول لا يقبل منك عمل. والمقصود يعني هو محبا للرسول يعني كده الصلاة على النبي تغني عن الصلاة المفروضة، يعني تغني عن الصلاة اللي الظهر والعصر والمغرب. انا عن نسأل يعني مش قصدي حاجة، انا اسأل سؤال عنه. اذا كنت فيك اي عطل او اي فتان ولكن ما تغنيش عني وتقلعك من جهنم بدون الصلاة على الرسول. ايوه طبعا. لذلك الست النتائج عشر قالت لك ايه؟ زينوا صلاتكم بالصلاة على الرسول. أيوة والصلاة لولا فيها الشهادة تشهد، والصلاة على الرسول ما قبلت ولا نظر إليها الله. طب انت الجماعة اللي هم كانوا في العارف لما انت قلت لهم هنحلف ما نصليش ابدا واننا نبقى مع ربنا وما نصليش خالص كان رد فعلهم ايه؟ خرسوا من نطق حدش نطق خالص لغاية ما قعدت القعدة ومشيت. اقول لهم افضل اصلي وابقى كذب وشرموت وفاسد ولا افضل لا اصلي وابقى مع الله ومتقيا لله فيما يرضاه وفيما لا يرضاه. والله يا حاج يا ربنا ايه لما يجي يقول لك لقمه في بطني داعي خير مني ما من صلاه وصيام كله جبهولك وبعضه شكموا خير من اعتكافي في مسجدي هذا 40 قريبه. ربنا يقدمنا لما يحبه ويرضى. ايوه ربنا يقدمنا الخير. تمسك في الصلاه على الرسول لا يغيب عنك لحظه وان غاب لا يعد نفسه من المسلمين. ان غاب اليوم عنه ساعه او اثنين لا يعد نفسه من المسلمين. هكذا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام مع أحبابه وأصحابه وأولياء الله والتابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا. من رآني في المنام فقد رآني حقا ولا يتمثل الشيطان بي. منهم من أنكر كأمثالك هذا، فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم ورآه أمسك بيده وهو قائم يتمايل مع ذكر الله. نعم ونحن نؤمن بذلك. خابوا خسروا ضلوا تعسوا، ليسوا أهلا بل هم برصوا، شرعوا بدعا ما لم يأذن ربي فاعلم هذا محصو. دين الله الحق اتبعوا، لا تبتدعوا ذاكم خرصوا. دين الله الحق اتبعوا، لا تبتدعوا ذاكم خرصوا.